ولتعرف مشاهدينا الكرام على استعدادات هيئة الإسعاف لعيد الفطر المبارك، ينضم إلي على الهواء رئيس هيئة الإسعاف دكتور أحمد الأنصاري. دكتور أحمد، أهلا بحضرتك، كل سنة وحضرتك طيب. يعني الإسعاف في كل المناسبات بتكون على أهبة الاستعداد، الاستعدادات في العاصمة والمحافظات كيف هي بمناسبة عيد الفطر؟ بداية كل سنة وكل المصريين بخير وطيبين. أمين. استعدادات هيئة الإسعاف يعني قايمة على كذا محور. المحور الأولاني هو التأمين والانتشار الأرضي للسيارات في كافة أنحاء الجمهورية، واستنفار السيارات تحديدا على الطرق السريعة المؤدية للمقاصد السياحية اللي بيقصدها المصريين في فترات الأعياد. الجزء الثاني هو تأمين ساحات الصلاة اللي بتبقى بتشهد صلاة العيد في برضه في كافة المحافظات، بالإضافة إلى التأمين المتنزهات العامة اللي موجودة في المحافظات المختلفة. بيبقى متزامن مع ده وجود بقى غرفة عمليات بترصد كافة البلاغات على مستوى جميع المحافظات، وبيتم طبقا لهذه البلاغات عمل التحليل الفني ليها، ولا قدر الله لو في بلاغات محتاجة تدخل إقليمي أو مركزي بيتم التعامل معها طبقا لنوع البلاغ. تمام. أعداد السيارات، وأعتقد أن الإجازات بتلغى في هذه المناسبات عشان أطقم الإسعاف، يعني أيضا بسأل عن أعدادها وأماكن تواجدها، وإذا الناس احتاجت تكلم أي أرقام. الإسعاف هو رقم موحد على مستوى الجمهورية 123 من كل المحافظات من الخط الارضي او المحمول. ده الجزء الاولاني. الجزء الثاني ان اجمالي السيارات اللي هتقوم بتامين فتره الاعياد تقريبا 2240 سياره، ودول يعني متحركين في كافه الانحاء زي ما ذكرت في بدايه الحوار. الراحات بيتم الغائها فعلا خلال فتره الاعياد عشان نقدر نوصل لنسبه تشغيل من 75 ل 85%، ويبقى في جزء لسه احتياطي لو لا قدر الله محتاجين اي دعم. تحياتنا لكل العاملين في الهيئه، كل سنه وهم طيبين وحضرتك طيب. دكتور احمد الانصاري رئيس هيئه الاسعاف.